عامله معانا 50 جنيه يا جماعه، هي شداد من هنا 80 جنيه دي تليشفون عامله معانا 50 جنيه يا جماعه. البنطلون ده برضه يبقى ب 80 جنيه يا جماعه، عامل معانا 100 جنيه الثانيه يا جماعه. دي معانا كده عامله 50 جنيه، دريس شيفون زي كده عامل معانا 50 جنيه يا جماعه، برضه ب 50 جنيه واخده 75 جنيه الوان ولا انا معاها كابيشو من ورا وعامله معانا 50 جنيه وبس يا جماعه. معانا 80 جنيه 50 جنيه كل ده ب 50 جنيه، ده برضه 80 جنيه، بس واي قمر زي كده ب 50 جنيه، الحاجات مبطن ب 50 جنيه، واي طويله عامله معانا 80 جنيه، ده 65 جنيه يا جماعه. 80 جنيه ده 80 75 75 75 عامل 100 جنيه تحفه، ده 75 جنيه. دي شوفهم من 80 دي هتبقى 60 65 عامله 100، دي عامله 75 جنيه، دول عامل معانا 65 جنيه، ده عامله معانا 60 جنيه 70 جنيه، معانا 100 جنيه دي ب 70 جنيه برضه، السكوبه دي هتبقى عامله معانا 80 جنيه 70 70 ده هيبقى ب 100 جنيه يا جماعه، 85 جنيه برضه عامل معانا 80 جنيه بس، عامل معانا 100 جنيه يعني كانت بتقولي 80 قلت لها 75 65 65 جنيه، ده عامل 70 ده عامل 80 ده عامل 70. احنا متابعين يوم جديد وفيديو جديد، احنا النهارده فين عند البطل يا جماعه، اخر تصفيات واخر فيديو صيفي من عند البطل. حاجه زي كده كتان كانت عامله كام؟ عامله 50 ب 50 جنيه، في منها الوان في منها الوان وعامله معانا 50 جنيه يا جماعه، هي شداد من هنا. بس عايزه اقول لكم اي حاجه تشوفوها موجود منها قطع مش كميات، لان دي اخر تصفيات معانا. تمام، معانا برده حاجه زي كده بليسي شيفون عامله كام؟ 50 ب 50 جنيه، بليسي شيفون عامله معانا 50 جنيه يا جماعه. انتوا عارفين بقى البطل خاماته عامله ازاي؟ بصوا هنا برده الحاجات اللي تلبس معانا، احنا جايبين منها لونين، بصوا اهي عامله كام برده دي عامله 50 دي بيج سايز جنيه، تلبس معانا زي 3 اكس. اه تمام، عشان ما حدش يشوف فوق ال 100 كيلو ولابسها، تلبس معانا ايه حوالي 85 90 على حسب الجسم. ودي معانا كده عامله 50 جنيه، شيفون يا جماعه. تمام، في معانا برده، اعذروني على صوتي تعبانه شويه، بصوا حاجه زي كده سكوبه برده عامله كام؟ 50 جنيه، دي برده ب 50 جنيه، دي كلها سكوبه الابيض ثابت واللون اللي تحت اللي بيتغير. اه تمام، ودي برده ب 50 جنيه واخده كلوش من هنا زي ما انتم شايفين. انا بحاول بس اديكم عرض لاني نزلت فيديوهات كتير وكل كان بيسالني البطل يا مكه، عروض البطل يا مكه، فانا جبت اجيبها لكم اخر فيديو تصفيات عند البطل. دي ب 50 50 ب 50 جنيه سيوايه يا جماعه بالوانها، معاها كابيشو من ورا وعامله معانا 50 جنيه وبس يا جماعه. دي تلبس برده معانا ايه 70 65 70 على حسب طول الجسم برده. في معانا حاجه زي كده برده سيوايه 50 50 جنيه، كل ده ب 50 جنيه. تابعوا الفيديو للنهايه لان في كمان دريسات ب 50 جنيه معانا، تابعوا الفيديو للاخر، دي هتبقى عامله 50 بس. اهم جنيه. حاجه ما حدش ينسى سكرينات، سكرينات يا جماعه وما تتاخروش، عشان ما حدش يجي يقول ما لقيتش الموديل ده يا مكه او رحت ما لقيتش اللي انا عايزاه، لان الحاجات دي قطع خلاص بواقي وتصفيات ومفيش عروض ومفيش حجز عروض، مفيش حجز عروض ومفيش شحن عروض. اه الاستلام بيبقى فوق. تمام، عشان بس يبقى للعلم. حاجه زي كده برده ب 50 يعني، بلوزه سي واي قمر زي كده ب 50 جنيه، الحاجات دي موجود منها ايه؟ بواقي قطع يا جماعه، يعني ممكن يبقى حاجه فيها خمس ست قطع، في حاجه فيها منها 12 بس كلها قطع. تمام؟ في حاجه زي كده عامله كام برضه؟ دي عامله 80 دي ب 80، دي سي واي طويله عامله معانا 80 جنيه زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ في منها الوانها في الوانها موجوده. ده توينز قطعتين عامل 80 شداد برضه، شداد من هنا يا جماعه، وده قطعتين باندر شيرت عامل معانا 80 جنيه، في منه الوان برضه يا طويله. في من الوان يا موحه صوريتونا حبيبتي مش موجوده. انا ميتها. ده عامل كام؟ 80 80 جنيه ده 80 وده 80 تمام. بصوا كده معانا برده ده، عفوا يا جماعه، ده عامل كام؟ ده عامل 80 ده ب 80 جنيه برده، دي تعتبر الخمس سي واي سكوبا سوري من فوق وتحت رويال. تمام، وعامله معانا 80 جنيه، تبقى حلوه قوي للدروس والجامعات دي، تبقى حلوه جدا. بصوا معانا الموديل ده برده كام القمر ده؟ 80 ب 80، كل ده ب 80، يمشي 75؟ مش هزعلك 75 بصوا كده يمشي 75 جنيه، حلو قوي قوي. سلموا على محمد في التعليقات، ما شاء الله منوره يا سماح، انتوا مضلمه عشان مش موجوده. بصوا حاجه زي كده برده عامله كام؟ دي عامله 75 دي برده ب 75 جنيه، دي اللي هي الكم المروحه يا جماعه عامله معانا 75 جنيه. دي شيفون منتش، شيفون منتش واستك من هنا تحفه، حلو قوي، البان في اللبس جدا. دي في منها الوان ولا اه؟ في منها الوان، في منها الوان. اه ده انت مطلع لنا التشكيل تمام منها. اه في منها الفوشيا وفي منها الوان ثانيه، في الوان ثانيه موجوده منها اهي، ادي القطعه وادي الثانيه، ودي قلنا هتبقى بكام؟ 75 ب 75 جنيه، دول ب 75 جنيه يا جماعه. بصوا معانا برده 75 ده دي من واحد اللي احنا مطلعينه، دي برده سكوبه عامله معانا 75 جنيه، تمشي معانا صيف وشتوي ب 75 جنيه وبس يا جماعه. بصوا كده في الوان منها ولا؟ اه في منها الوان. بصوا برده الشيفون دي شيفون طبقات بس مقاسها صغير 65 70. تمام، تمشي معاكم ميني وتمشي طول الطويل، وعامله كام؟ دي عامله 70 دي ب 70 جنيه،
دي شيفون طبقات عامله معانا 70 جنيه يا جماعه. انا بس بديكم ايه نبذه عن الشغل الموجود. دي الوان تانية من البلوزه اللي هي 70. اه دي شكل تاني لان التانية حاسه ان الكروش من فوق. لا هما شكلين، هما قصتين. هما قصتين صح. دي قصه تانية عامله كام؟ 70. دي ب 70 جنيه برده، مسكوبه من فوق وقطان كده مقلمه من تحت، ودي برده ب 70 جنيه يا جماعه. بصوا معانا برده حاجه زي كده، دي القصه التانية. بصوا دي عامله برده 70. 70 دي برده 70، واخده اسف من هنا برده تحفه. هو المفروض كان 75 بس مشيناها 70. 70 جنيه. بصوا ب 70. لازم نفاصل قبل التصوير وبعد التصوير برده. بصوا ده كنت قلت لي ب 80. 75. يبقى 75. هي كانت بتقول لي 80 قلت لها 75. ده جاردن كده يا جماعه حلو قوي قوي، بالوانه برده متاحه وفي الوان منه ثانيه. وده برده ب 70. 75. 75 حلو قوي. بصوا الجاردن اللي جاي الشيفون ده برضو ده في منه الوان انت بتشيلي. في منه الوان وفي منه كميه. في الوان وفي كميه. ده اللي هو الشيفون ده عرباوي ده عامل 70. 70 جنيه. عايز اقول لكم الوان حلوه جدا، وده كان سعره 100 وكسور ودلوقتي ب 70 جنيه. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو ده. نكمل بقيه عروضنا بحاجه شيفون قمر زي كده نازله على كلوش مبطنه كلها، بس كم مش مبطن. ودي عامله معانا كام يوم؟ 80. دي هتبقى ب 80 جنيه يا جماعه. في منها الوان، في منها الوان وفي منها قصه ثانيه. تمام. وكل ده ب 80 جنيه وبس يا جماعه. عايزه اقول لكم في عرض ثاني حلو جدا هتشوفوه برده للدريس والميني دريس، حاجه زي كده سكوبه برده بكام؟ دي عامله 80. دي سويت شيرتات اوفر سايز. دي اوفر سايز يا جماعه عامله معانا 80 جنيه سكوبه، تمشي معاكم صيفي وشتوي. تمام. في معانا برده ده لون ثاني منها. في منها الوان كتير وفي منها كميه. كل ده ب 80 جنيه يا جماعه. تمام. في برده معانا ده طويل، ده موديل ثاني. في منه الوان ولا ايه؟ في الوان برضو. ده كام؟ ده عامل 80. انا عايزه اقول لكم مين يمشي تونيك يمشي وهو طويل وعامل معانا 80 جنيه وبس سكوبه كله صيفي وشتوي للجامعات. شغال معاكم قوي. عايز ليجن او بنطلون جينز وكوتشي تمام قوي كده يعني. الوانه حلوه برضو، الوانه كلها جديده. في معانا اللي هي الرويال دي حاجات كتير باشكالها، دي حاجه ودي حاجه. دي عامله 80. دي برضو ب 80. تمام. شيميز رويال يا جماعه عامل معانا برضو 80 جنيه. تمام. هو الابيضات في اسود بس الموديلات مختلفه يعني النقشات اللي عليها هي المختلفه. تمام. بصوا لا دي موديل ودي موديل. دي شيفون شميس شيفون خالص. ده عامل 75. ده ب 75 جنيه شيفون يا جماعه تحفه حلوه قوي. في معانا حاجه زي كده برده عامله كام؟ ده عامل 75. ده ب 75 جنيه الوان ولا ايه يا سماء؟ الوان متاحه ب 75 جنيه. في معانا برده الشميزات دي عامله كام؟ دي عامله 80. شميس زي كده برده عامل معانا 80 جنيه حلو قوي. نصين، النص ده بيختلف شكله ولا؟ في منه اشكال والوان. اشكال والوان. تمام. في معانا حاجه رويال زي كده برده عامله كام؟ اللوزات دي عامله برده 80. دي برده ب 80 جنيه. درجتين فاتح وغامق. طب والله حلوه جدا ونازله على كلوش ب 80 جنيه. دي تحفه. دي ده نفس الموديل اللي احنا شفناه بس حاجه ثانيه. ده برده ب 80. ده برده ب 80. شيفون يا جماعه بس الكم مش مبطن، هي كلها مبطنه الكم لا، وعامله معانا 80 جنيه برده. في منها الوان برده. الوان منها دي لون ثاني برده والهافون حلو قوي. دي برده ب 80 جنيه. تلبيس اللي هو العادي يعني اكس لارج 2 اكس. اللي هي بنات بقى الدروس والثانوي وكده. تمام. في معانا الميني ده عامل كام؟ ده عامل 50 جنيه. 50 جنيه. ميني دريس شيفون زي كده عامل معانا 50 جنيه يا جماعه. احنا بنضحي عشان مكة. تحفه. تسلم ايدك على كل الشغل اللي حضرتيه ده يا سماح. حاجه زي كده عامله كام؟ 50. 50 جنيه. ميني شيفون مبطن ب 50 جنيه. مش ثمن البلوزه اصلا ولا ثمن بادي في اول الصيف اساسا. حاجة زي كده عاملة كام؟ عاملة 65. 65 ده تل مبطن عامل معانا 65 جنيه يا جماعة. تمام. بس الحاجات دي مفيش منها كميات عشان بس العلم. أنا عمالة أقول واللي عايز يجي يتصل الأول يشوف الحاجة موجودة ولا لأ. حاجة زي كده برضه عاملة كام؟ دي عاملة 65. 65 جنيه. تمام. تسلم إيدك. في منه ده أنا شايف كذا قطعة. وحاجة زي كده عاملة كام؟ 75. 75 جنيه برضه حلو قوي. ده بالليسي من تحت وفوق شيفون مبطن والكم بالليسي عامل معانا 75 جنيه. انا بس ايه بحاول اعرض لكم بسرعه عشان في ناس واقفه وعايزين شغل من المكان. بصوا حاجه زي كده عامله كام؟ 75. 75 تحت بالليسي يا جماعه والكم بتاعنا ساده هو كله شيفون مبطن عامل معانا 75 جنيه. تمام. في معانا حاجه زي كده شيفون كام؟ عامل 75. 75 ده في منه الوان. في منه الوان. 75 جنيه من يدرس بالوان يا جماعه شيفون مبطن ب 75 جنيه. بصوا ده لون ثاني منه. اللون ده تحفه قوي. ده عامل 75 جنيه برده. اللون ده يرجع لذوقكم انتوا يا جماعه بس اللون ده حلو قوي. بصوا كده برده ده عامل كام؟ ده كله بليسي. ده حلو قوي. ده عامل 75. 75 تحفه. ده بليسي وشيفون منتش هو. شكله حلو قوي والكم كمان يعتبر بالسي منه. ما تبخلوش علينا بقى بلايك وشير للفيديو.
معانا برضو حاجه زي كده قمر ميني تسكوبه من تحت رويال من فوق، عامل كام ده؟ ده عامل 80. ده عامل 80 جنيه. طب والله العظيم تحفه، حاجه زي كده ب 80 جنيه دي حلوه جدا جدا. في الوان؟ في اللون اللي فوق بس اللي بيتغير، والابيض ثابت تحت بالليسيه يا جماعه وفوق ثابت خالص، اللون ده اللي بيتغير بس، وده معانا قلنا 80 جنيه تمام. في معايا حاجه زي كده برضو بالوانها، عامل كام البليسيه ده؟ ده عامل 75. ده 75 جنيه. ده بالليسيه يمشي درس القصيرين والميني للطول، لان هو بالظبط إيه؟ كده. بصوا يعني هو ميني طويل عامل معانا 75. 75 الوانه شايفاها متاحه فيه. هيمشي هاف للطوال عادي. حلو قوي قوي. تمام. في معانا برضو حاجه زي كده عامله كام؟ ده درس كام؟ 100. بس تحفه. ده سكوبا يا جماعه كله من فوق ومن تحت، يعني يمشي شكل رسمي. وده معانا عامل 100 جنيه تحفه. ده حلو قوي ب 100 جنيه. تمام. في معانا برضو حاجه زي كده الشيفون. الشيفون ده عامل كام؟ ده عامل 100. ده برضو ب 100 جنيه. شوفوه مبطن عامل معانا 100 جنيه. معايا برضو حاجه زي كده عامل كام؟ 100. 100. ده الثاني يا جماعه يمشي اوبن جاردن عادي مفتوح، ده شميس طويل برضو. حلو قوي. وده برضو هيبقى عامل معانا 100 جنيه. الثاني يا جماعه الوان برضو متاحه من اللي احنا بنشوفه ده. مش معنى بقول لكم ان هنا بواقي وقطع ان ما فيش يعني شغل، لا فيه، بس ايه مش كميات زي اول الموسم بس مش اكتر. حاجه زي كده برضو عامله كام؟ عامله 65 جنيه. 65 جنيه. ده درس كامل عامل معانا 65 بس تلبيسه صغير، اللي هو يلبس 65 70 لو انتوا طويله. ده تلبيسه صغير يا جماعه مش زي بقيه المينيات والدرسات. بصوا كده مش عايز يطلع. بص ده معانا ده سكوبا كله. طب والله تحفه. عبايه دي ولا شداد؟ بصوا انا اول مره اشوف عبايه شداد واخده شريطين من الجنب زي ما انتوا شايفين كده لو باينة معانا، ودي سكوبا وتلبسها صغير برضه للامانه يعني 75 اكس لارج. لارج اكس لارج. ودي عامله كام؟ عامله 100. دي عامله 100 برضه بس سكوبا تقيله تمشي شتوي برضه معانا. بصوا معانا برضه حاجه زي كده عامل كام؟ ده عامل 65. بصوا كده ده هيبقى ب 65 جنيه. الدرس ده هيبقى عامل معانا 65 جنيه. ده سيواي يا جماعه والتلبيس كله اكس لارج 2 اكس، مفيش اكتر من كده الا في البلوزات اللي شفناها ب 50 في الاول الشيفون هي اللي تلبس معانا 3 اكس. حاجه زي كده عامله كام؟ 65. 65 ده يلبس لحد 85 كده. ده الشيفون يا جماعه يلبس لا 80 75 80 للامانه. وده شيفون مبطن كله عامل كام؟ عامل 65. 65 جنيه. درس كامل عامل 65 جنيه. انا بس بديكوا ايه نبذه عن الشغل الموجود في المكان، هتيجوا تلاقوا حاجات ثانيه قطع برده يا جماعه. ده كتان برده يمشي اوبن حلو قوي بجيبين عامل كام ده؟ 100. ده ب 100 جنيه. كتان ده هيبقى عامل معانا 100 جنيه. الناس اللي سالتني على عروض البطل انا جيت وبصورها لكم. حاجه زي كده برده عامله كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه ده لون ثاني منه. صح. في منه الوان. ده ب 100. في منه الوان وده كتان كله يا جماعه. تلبسه برده اكس لارج 2 اكس على حسب طول الجسم. حاجه زي كده استك من فوق ده اللي طالع موضه وترند. عامل كام ده؟ ده 100. ده ب 100 جنيه. ده الخامه الرويال كله واخد. بصوا استك معانا من هنا زي ما انتم شايفين تلبيس بناتي برده اللي هو اكس لارج تمام. وده اوف شولدر كده يمشي جماعات حلو قوي ده، يعني بصوا اوف شولدر من هنا حلو جدا. وده هيبقى عامل معانا 100 جنيه صح كده الكلام؟ 100 جنيه. تمام. في معانا ده برده عامل كام؟ ده 100. يمشي ما هو افضل. في الوان ولا اللون ده في منه الوان؟ لا في الوان. تمام. ده كله ستان وعليه طبقه طول. ده كله ستان وعليه طبقه طول وعامل معانا 100 جنيه. تمام. الوان متاحه منه برده. يلبس معانا 75 80 يجيب 80. ده في معانا الكتان اللي زي كده برده عامل كام؟ 100. ده 100 برده. درس كتان عامل 100 جنيه يا جماعه. ده يلبس 75 80 برده. طب انا بقول لكم المقاسات عشان الناس اللي بتقول يا مكه ما بتقوليش المقاس. عايزه اقول لكم برده ان ده تحفه حكايه. انا واخده منه اللون اللي هو التركويز حلو قوي 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 وفي اللبس مريح. الكم استك هيريحكم جدا واخد بومبيه شكله حلو قوي. ده بكام؟ 100. ب 100 جنيه. ده هيبقى ب 100 جنيه يا جماعه. حلو قوي. تسلم ايديكي. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو ده. معانا برده جيب بليسي زي كده عامله كام؟ عامله 80. عامله 80 جنيه. نزل ايدك تحت يا موحه كده نشوفها. بصوا دي بالوانها كلها البليسي دي هتبقى عامله معانا 80 جنيه. تمام. تسلم ايدك. في حاجه زي كده صح؟ سطر. تمام. عامله 60 جنيه. بصوا الجيب السك دي هتبقى عامله معانا 60 جنيه. الوانها برده متاحه. تمام. في الوان ثانيه. تمام. في معانا برده جيب ثانيه. معانا بناطيل. البنطلون ده عامل كام برده معانا؟ عامل 80 جنيه. البنطلون ده برده هيبقى ب 80 جنيه يا جماعه. تسلم ايدك. في الوان برده متاحه منه. ومعانا البلوزات دي عامله كام يا عمال اقول لك يا تونه وحشين يا تونه. بص عامله كام دي برده يا مصطفى؟ دي عامله 85 جنيه. دي ب 85 جنيه. دي 20. دي عامله برده 85. 85. دي عامله 70. دي ب 70 جنيه. تمام. تسلم ايديكي. انا عايزه اقول لكم بقى ان في حاجات ثانيه كتير
اسعارها برضو مكسوره يا جماعه هنا عند البطل. انا حبيتش بس اطول عليكم الفيديو، جبت لكم حاجات كده بسيطه كده. بصوا معانا برضو بناطيل زي كده نسينا نجيبها لكم، شارلستون حلو قوي اللي فاتحه تمام. عامله كام دي؟ عامله 85. دي ب 85 جنيه برضو، الوانها كلها متاحه، الوانها كلها متاحه. تعبتك معايا يا موحه. وعايزه اقول لكم في شغل كتير ما جاش في المكان، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق. بحبكم في الله، اسكرينات يا جماعة، وتعالوا بعد الفيديو على طول. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين قدام محمد حسين بتاع اليميش، احنا موجودين في شارع الجيش، واللي عامل لكم عليه زوم ده كوبري الازهر. هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، وممكن تركبوا ميكروباص في العتبه برده وتنزلوا على اول شارع الجيش. هتمشوا لحد محمد حسين بتاع اليميش اللي قدامنا ده، وهندخل الشارع اللي جنبه ده اسمه دخله الشوازليه، على اوله كمان مكتب زكريا عبد الموجود. انا هوصلكم لحد المكان بكل سهوله ان شاء الله، وهديكم علامات مميزه طول ما احنا ماشيين. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا بقى محلات سوري، محلات دخل، محلات مفروشات، وكمان كاجوال، محلات كتير في الشارع ده. هوصلكم لحد مول القدس بكل سهوله. هنفوت كمان على شمالنا كده قمر، مصنع قمر برده ده بتاع كاجوال. هنمشي لحد العماره اللي في الوش اللي انتوا شايفينها دي، وهنلاقي ممر شمال وممر يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. وهندخل على طول في الممر اليمين على اوله كل يوم جديد اللي انا وريته لكم دلوقتي. هندخل في الممر ده وهنفضل مكملين لحد ما نعدي منه كده زي ما انتوا شايفين، مش هنحود لا شمال ولا يمين، هنفضل مكملين على طول كده. هيقابلنا كمان مكتب اسيا كيدز اللي هو على شمالنا ده بتاع الاطفال، عملنا منه برده جولات كتير حلوه، واسعاره حلوه وخاماته حلوه جدا. كده خلاص وصلنا لمول القدس، هنسيب البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه، وموجود بوابتين وموجود منزل لتحت كده بتنزلوا للدور اللي تحت الارضي. احنا هنخش على طول من البوابه الثانيه وهنفضل مكملين زي ما انتم شايفين. هنلاقي الفنان برده ده عبايه استقبال، انا بديكم علامات بس مميزه واحنا ماشيين. هنلاقي السلم على شمالنا على طول، هنطلع معاكم للدور الثاني زي ما انتم شايفين كده. هديكم علامات واحنا ماشيين برضو محلات. اول الدور الاول هتلاقوا الملكه ده بتاع عبايات برضو سمراء والوان، وهنلاقي البورسعيديه. هنكمل مع بعض ونطلع الدور اللي فوقه على طول. انا ان شاء الله هوصلكم المكان ومش هسالوا اي حد كمان. المول ما شاء الله مكان كبير جدا ومحلات كتير، يعني لو مش واخدين العنوان مش هتعرفوا توصلوا. اول ما هنطلع هنلاقي مكتب روماتكس زي ما انتم شايفين كده في وشنا، وهنلاقي كمان على الشمال سنتر الفتح. هنكمل على طول، هو المكتب اللي بعد سنتر الفتح ده، مكتب البطل اللي عملنا منه الجوله النهارده. انا وصلتكم العنوان بكل سهوله من اول شارع الجيش لحد المكتب، موجود هناك حاجات اسعار حلوه جدا. ما تنسنيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.